صورة الدماغ أثناء الصلاة، تصوير المخ فتح آفاق واسعة لدراسة خبراء جديدة. وهذه الصورة مأخوذة بواسطة تقنية جديدة لتصوير الدماغ، أي أثناء الحالة العادية اللي على الجهة اليسار، وأثناء التأمل الصورة المأخوذة على جهة اليمين. لاحظوا كيف أن النشاط في المنطقة الأمامية من الدماغ ازداد في حالة التأمل من خلال البقع الحمراء التي تعبر على مدى نشاط المخ.